بسم الله الرحمن الرحيم. فترة الخطوبة معروف ان هي فترة التصنع، فشوف مثلا البنات في فترة الخطوبة بيتكلموا ازاي مع المخطوبين ليهم، فتلاقي مثلا البنت من دول مثلا بتنطق الاسماء بطريقة فيها رقة زيادة عن اللزوم. يعني مثلا بتقول ايه، انا النهاردة قابلت بيتر مثلا، تقول لك انا النهاردة قابلت بيتر، هي بتتقال كده. او لما تقول لك مثلا انا رايحة 6 اكتوبر، تقول لك انا رايحة 6 اكتوبر. حرف الر اللي في الاخر دوت بيتحول بقدرة قادر الى حرف ار، يعني هي بتدمج العربي بالانجليزي في بعض في كلمة، فكل حرف الر بيتحول الى حرف ار، هو ده الحرف الوحيد في اللغة العربية اللي بيتحول الى حرف من اللغة الانجليزية، لازم ياخد كيرف كده. فانت طبعا لما بتسمع الكلمة بتسألها تاني، هو انت بتقولي ايه؟ بتقول لك رايح 6 اكتوبر تاني برضه، فهي يعني ايه، بيبقى عندها اصرار على موقف. طيب شوفها مثلا وهي بتاكل، اعزمها مثلا على الاكل، او شوفها وهي بتشرب العصير، يعني حاجة يعني قمة في الرقة، يعني هي بتشرب العصير او بتاكل انت ما بتسمعش اي صوت نهائي، وعادة العصير ده بيتساب نصه. الاختبار برضو اللي هو يعني موصى بيه انك انت تعزمها على سمك، لو انت عايز تكتشف خطيبتك فعلا اعزمها على اكلة سمك. طبعا دي حاجة مش واردة، لكن اعزمها على اكلة سمك في اي مطعم في اي يوم، واتفرج على حياتها، يعني هي هتاكل السمكة من غير ما تاكلها، يعني هي انت هتحس ان هي بتفصص وبتفصص السمك من غير ما تلمسه، ازاي ما تعرفش، وبتاكل السمك من غير ما تاكله، واستحالة تخلص السمكة. يعني لو انت مثلا عازمها على اكلة سمك في قدورة مثلا، هي استحالة من رابع المستحيلات وهتبقى طبعا يعني قاعدة نفسها الليلة دي تخلص. اتفرج عليها بقى، خزن بقى كل المشاهد دي، اتفرج عليها بقى بعد الجواز وهي بتاكل اكلة فسيخ، هتكره نفسك. يعني خزن بقى المشاهد دي وقارنها بفترة الجواز وشوف بقى الفرق، هتلاقي فرق رهيب. يعني انت لو عزمتها على اكل نفس اكلة السمك دي وهي نفس الشخصية اهو، اعزمها انت بقى على اكلة سمك بعد الجواز بسنتين مثلا، يا باشا وحش قاعد على الترابيزة، يعني اقل حاجة هتاكل سمكتين واحتمال تطلب التالتة، يعني هي هتخش في التالتة بنسبة كبيرة يعني. ولو مثلا أكلت فسيخ، ولو جيت مثلا بعد الجواز قلت لها طب ما انتي بتاكلي فسيخ اهو او عادي يعني الدنيا، فتقول لك اه طب هو انت يعني كنت عزمتني في الخطوبة على فسيخ، واحنا ما جاتش فرصة ان احنا ناكل فسيخ في الخطوبة، لان مش حد خاطب واحدة بيعزمها على فسيخ يعني، او بيشوف هو بتاكل فسيخ، فاحنا دلوقتي في شم النسيم ومتجوزين، فانت جبت فسيخ فانا اكلته فعادي يعني. فتحس برضو ان الموضوع ايه، منطقي يعني. شكرا.